أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد على آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما يتعلق بالنقطة الثانية من النقاط الثلاثة الأخيرة في هذا الكتاب، أنه لا بد أن نستعرض موقفهم مما يسمى ببنية العالم أو العوالم الكلية. قلنا اتفق الجميع على أنه لا يوجد عالم فوق العالم اللاهوت الذي هو عالم الله، ولا يوجد ومن الواضح أيضا أن هناك عالما اسمه عالم اللاهوت اللي هو الله، كما من الواضح أيضا أن هناك عالما آخر اسمه عالم الناسوت هو عالمنا هذا، لكن اختلفوا بين عالم اللاهوت وعالم الناسوت. يوجد عوالم بحيث لكل عالم هيمنة علية على العالم الذي تحته على شكل الدوائر كما قلنا أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يوجد تحت عالمنا هذا عالم أدنى من عالمنا، عالمنا هو علته الموجدة له؟ فإذا صار عندنا على الشكل الثاني أن عالم اللاهوت اللي هو عبارة عن عالم الله نفسه على الله يعني، وعالم الناسوت، اتفقوا على وجود هذين العالمين، واتفقوا على أنه لا عالم فوق عالم اللاهوت خلف كونه مبدأ العالم، واختلفوا في شيئين. الشيء الأول هو بين عالم اللاهوت وعالم الناسوت يوجد عوالم، والشيء الثاني هو تحت عالم الناسوت يوجد عوالم أم لا. هذا هو البحث اللي في الحقيقة المصنف يطل عليه إطالة سريعة جدا، هكذا مختصرات يعني كإثارة أفكار. يبدو أنه في آخر الكتاب تعب، وعادة هكذا خصوصا كتب التفاسير في البداية تجدها مطولة جدا، بعدين في السورة الأخيرة شوفها سريع يمشي بعد خلص، إما لأنه تعب أو يحين على ما مضى. فهنا يبدو اختصر جدا، مع أن هذه الأبحاث رائعة يعني حقيقة، يحتاج أنه تعرض فيها الاتجاهات الفلسفية الشرقية الغربية المدارس المختلفة، ولكن على أي حال هكذا كان. نبدأ بالسؤال الثاني. اتفق بين عالم اللاهوت لا يوجد عالم، ليس فوق عالم اللاهوت عالم، لأنه ليس فوق الله علة، ولكن تحت عالم الناسوت يمكن اختلاف. في خلاف نعم، وبين عالم اللاهوت والناسوت أيضا يوجد خلاف. نجي للسؤال الثاني اللي هو عبارة عن تحت عالم الناسوت، هل يوجد عالم أم لا يوجد عالم؟ السؤال الثاني، نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو تحت عالم الناسوت، هل هناك عالم أم لا؟ الجواب بالنفي، لا يوجد عالم تحت عالم الناسوت. هذا عالم الناسوت أدنى العوالم، هو آخر نقطة في قوس النزول، آخر نقطة في التجلي، وهو بحسب تعبير العرفاء عالم الفرق، عالم التلاشي مقابل عالم الجمع. ليش؟ قالوا عندنا دليلين، وهذين الدليلين مبنيان على نظريتهم أيضا في محله. دليل الأول، ليش لا يوجد عالم تحت عالمنا؟ يعني تحته مقصود بتحته أي معلول لعالمنا، لماذا لا يوجد؟ قالوا معنى أن عالم الناسوت تحته يوجد عالم، يعني عالم الناسوت علة إيجادية لعالم آخر أدنى منه. لو صح أن هناك عالم أدنى من عالم الناسوت للزم افتراض أن الطبيعة والمادة موجدة. طيب شو المشكلة؟ خلت تكون موجدة. يقول وقد ثبت عند الفلاسفة أن المادة لا توجد، بل غاية ما في المادة غايته هناك حركة. المادة لا توجد، لا تخلق من العدم شيئا، غاية الأمر تتحرك، مثل ما قلنا قانون لافوازيه الذي يقول الكمية التي في العالم هي لا تزيد ولا تنقص، فقط تتغير أمكنتها. هذا التغير المكاني والتحول في داخل المواد هو الذي يؤدي إلى ظهور هذا الذي نراه في هذا العالم، لا أكثر ولا أقل.
الطبيعة المادة وظيفتها الحركة والتحريك، ولا توجد شيئا، ليس لها حيثية إيجاد. بس تقول أنت أن النار تحرق، النار لا توجد شيئا من العدم، تغير تحرك الذرات فقط، هذا هو الذي أقصد. وهذا يتناسب أيضا مع نتائج الفيزياء الحديثة. إذن بناء عليه قالوا لا يصح افتراض أن هناك عالما أدنى من عالمنا معلول وجوده لعالمنا وهو عالم الطبيعة. والدليل على ذلك ما ثبت عندهم في محله من أن المادة لا توجد، بل غاية ما تفعل هي أن تتحرك وتحرك، لا تحدث شيئا من العدم، الطبيعة لا تحدث شيئا من العدم. وهذا ما ربما يتوافق عليه الفلاسفة العقليون وعلماء الفيزياء النظريون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذن هذه قضية مبنائية أيضا. الدليل الثاني قالوا، طبعا الدليل الثاني في تقديري شوي ليس دليل، محاولة إقناعية. قالوا لا يمكن تصور عالم أضعف من هذا العالم، ما ممكن تتصور عالم أضعف من عالمنا أساسا، ما ممكن تتصور عالم أضعف من عالمنا. أنت مش قادر تتصور، خير إن شاء الله تدرب يمكن تتصور. قالوا لا يمكن تصور عالم أضعف من عالمنا. ليش؟ هكذا قال، استحالة تصور عالم أضعف من عالمنا، حتى يكون معلول له بده يكون أضعف منه. ليش؟ لأن عالمنا هو كله عبارة عن قوة فعل حركة، قوة فعل حركة، مادة صورة، مزيج من عدم ووجود. لا يمكن تصور أضعف من هيك. شو بده يكون في عالم؟ ما ممكن. أضعف من عالم هو عدم ووجود، أضعف من عالم هو مادة وصورة وحركة وفعل وقوة، لا يمكن افتراض. لا ممكن واحد يشكر عليهم يا أخي، أنتم مش قادرين تتصوروا. خير إن شاء الله، يعني إنه خير إن شاء الله، يعني ما لم تكن عقولكم مقياسا للمعرفة، حتى الذي أنت ما تستطيع تتصوره ممكن تقول لي استحيل وجوده، اثبت لي. ما تقول لي لا أتصور، لا أستطيع أن أدرك عالما أدنى من هذا العالم. أجد أن هذا الدليل الثاني إقناعي أكثر من كونه استدلاليا أو برهانيا. على أي حال، هذه بعد على نظرياتهم، يعني يعتبرون هذه أضعف مراحل الوجود. هلا يمكن لشخص أن يقول هذه أضعف مراحل الوجود التي نتعقلها نحن، أما لا يوجد أضعف منها، ربما هناك ما هو أضعف منها ونحن الآن غير قادرين على تعقله، مثل ما يقال عن الأصوات الضعيفة التي لا تسمعها أذننا ولكن تسمعها الحيوانات، وهذا نفس الشيء. هذا استفهام الثاني اللي هو عبارة عن هل يوجد عالم تحت عالم الناسوت؟ الجواب لا يوجد، والسبب واحد، المادة لا توجد بل غايته أنها تحرك وتتحرك. ثانيا، استحالة تصور عالم أضعف من عالمنا الذي هو مزيج من العدم والوجود. شوفي بعد تحت العدم والوجود في عدم. أما الاستفهام، السؤال الأول اللي هو ماذا، هل يوجد عوالم بين عالمنا وعالم اللاهوت؟ الجواب نعم، ذاك نفي هذا إثبات من وجهة نظر الفلاسفة. طبعا المصنف الشيخ المطهري هنا يذهب مذهبا مختلفا عن العلامة. طبعا الإخوة إذا يلاحظون، من يقرأ هذا الكتاب بتأنن، يلاحظ أن الشيخ المطهري عندما يختلف مع العلامة الطباطبائي فإما يكتفي بعرض الآراء أو لا يعلق أو يشير إشارات سريعة ليس فيها غمز من قناة العلامة الطباطبائي، ربما احتراما لأستاذه. هذه من المواضع التي يخالف رأي العلامة الطباطبائي فيها. العلامة الطباطبائي يقول نعم، الشيخ المطهري يقول نعم، لا يقول لا. الشيخ المطهري، العلامة الطباطبائي استخدم العقل لإثبات ذلك، جيب برهان الآن سنذكره. العلامة المطهري، هذا الشيخ، هل العلامة الطباطبائي، العلامة المطهري يصل إلى نتيجة أن هذه العوالم لا يمكن إثباتها إلا بأحد طريقين، إما بالوحي، كنت مؤمن بالوحي، أو بالكشف والشهود، غير هيك صعب إثباته. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول العلامة الطباطبائي أدلتك ليست قوية، لكن بطريقة مؤدبة. الآن سنرى الآن كيف.
السؤال الأول هو هل توجد عوالم بين اللاهوت والناسوت أم لا؟ الجواب عسير جدا، يقررون بأن هذا الجواب عسير جدا ولهم فيه إجابات كثيرة للغاية. بعضهم انطلق في فهم القضية، فريق الأول هكذا بدأت القضية، كيف بدأت قضية أن هناك بيننا وبين عالم اللاهوت، يعني بيننا وبين الله توجد عوالم هي علة لما تحتها وفي الأخير كلها علل لنا. كيف بدأت؟ بدأت من أن الله بسيط من جميع الجهات، يعني واحد من جميع الجهات، زائد قاعدة الواحد، يجد قاعدة الواحد قالت الواحد من جميع الجهات لا يصدر منه إلا واحد. طيب هذا العالم كثير، كيف يمكن صدور الكثير بما هو كثير من واحد لا كثرة فيه؟ وأخذوا يغوصون في هذا البحث، قالوا إذن لابد أن نفترض أن الله صدر منه شيء واحد، أطلقوا عليه اسم الصادر الأول وعبروا عنه بالعقل الأول، قالوا هكذا لابد من فرض أن الصادر واحد. طيب هذا الصادر الأول صار في جهتين، ذاك كان في جهة واحدة، جهة من حيث ذاته وجهة من حيث انتسابه إلى علته، صار في جهتين، صار عندنا جهتين، ها؟ صدر منه أيضا الصادر الثاني، الصادر الثاني صار في أكثر من جهتين، لأنه عندك مثلا كمثال جهة إلى ذاته، جهة إلى علته الأولى، جهة إلى علته الثانية، وهكذا إلى أن وصلنا إلى العقل العاشر الفعال مفيد الصور النوعية خالق هذا العالم. طيب بناء عليه قالوا أبسط الممكنات وأكثر الممكنات تجردا وقربا من الذات الإلهية هو العقل الأول، وما يسميه العرفاء بالحقيقة المحمدية، والذي طبق في الفكر الإسلامي على الشخص النبي محمد تارة، وطبق مرة أخرى على النبي والأئمة في العقل الشيعي المتأخر طبعا، هذا العقل الأول. طيب بناء عليه هذا العقل مخلوق معلول، المعلول له ماهية، الماهية يعني له حدود، الحدود يعني في كثرات، بدأنا نشهد كثرات، وهكذا كلما صدر عقل من عقل صارت الكثرات أزيد في هذا الإطار. هذا سبيل أول سلكوه لإثبات أن بيننا وبين الله عوالم، لأننا كثير ولا يمكن أن يصدر من الواحد كثير مباشرة، فلا بد من افتراض وسائط صدر، وهذه هي نظرية، شو معروف هذه؟ نظرية الفيض أو نظرية العقول. هذا طريق تم استخدامه في هذا الإطار. الطريق الثاني الإنسان، هذا الطريق الذي استخدمه العلامة الطبرطبائي هنا. الطريق الثاني طبعا بس نقول العقول، خلينا نوضح بعض أكثر حتى لنرجع نضطر نعيدهم بعدين، بس نقول عالم العقول شوية. هذا الآن كم عالم صار عندنا نحن؟ عالمين صحيح، عالم الناسوت وعالم اللاهوت صحيح. طيب الآن لما أنت تفترض معي في بيناتهم عالم اسمه عالم العقول، وهذه العقول مجردة، حتى تكون بسيطة لأن تصدر من الله لازم تكون مجردة، لأنه بس تكون مادية يعني كثيرة، فلا بد تكون أقل عدد من الكثرة. طيب بس نقول في عالم العقول كم عالم صار عندنا؟ صار عندنا عالم اللاهوت، وبعدين وراء عالم الجبروت، هذا هو عالم العقول، وبعدين عالم الناسوت. طبعا هي لحد هلا بعد فيه هذه لحد هلا، فإذا صار عندنا عالم اللاهوت صدر منه عالم الجبروت أي عالم العقول التي صدر منها ببركة العقل الفعال عالم الناسوت وهو العقل العاشر. الطريق الثاني لا يعتمد هذا الأسلوب، هذا الأسلوب فيه مشاكل كثيرة وسيأتي بعد قليل أنه بني على نظرية الأفلاك القديمة وراحت هذه النظرية، ها صارت في مهب الريح. علامة الطبرطبائي مباشرة لا يدخل في هذا، يقول في عندي برهان آخر على وجود عوالم. ما هو هذا البرهان؟ برهان الإنسان. كيف؟ شوي بدنا نرجع نستذكر ما بين العلامة الطبرطبائي بالجزء الأول من هذا الكتاب. عندنا نحن إدراكات حسية، عندنا إدراكات خيالية، عندنا إدراكات عقلية. الإدراك الحسي يعني أول ما بتطلع، أنا وعم بتطلع
ما دمت افتح عيني فهذا ادراك حسي يعني مادي عالم الطبيعه. ادراك خيالي ما هو؟ اغمض عيني تاتي صوره، صحيح؟ اغمض العين تاتي صوره. بالادراك الخيالي شو الخاصيه الموجوده؟ الكثره. الكثره لان انت فيك تتصور زيد وعمرو وبكر وخالد و و و كثرات هذه. الادراك الخيالي صور فيها قابليه الكثره. اما الادراك العقلي وحده، كيف؟ زيد وعمرو وبكر وخالد وابو حسن وحسين وجميل ومحمد واسعد وسعيد والى اخره، هؤلاء كلهم اللي هن كثرات يتصورهم عقلك، يتصورهم خيالك، لكن عقلك ماذا يقول؟ يقول كلهم عباره عن، العقل لا يدرك الا الكليات، عباره عن كل واحد اسمه انسان. فالعقل فيه ماذا؟ وحده. هذه ثلاث خصائص. اذا عندما افتح عيني ادراك حسي، عندما اغمضها احتفظ بالصوره، صوره ورا صوره، صوره ورا صوره، صوره لزيد، صوره لعمرو، صوره لبكر، الادراكات التي في ذهني كلها عباره عن خيال. الصور الخياليه. ثم بعد ذلك اجرد هذه الصور عن خصائصها، احصل على ادراك من نوع ثاني وهو عباره عن الادراك العقلي اللي هو ادراك الكلي. والادراك الكلي فيه وحده ما فيه كثره. الكثره فيه تندمج في عنوان واحد وهو الانسان. علام الطنطاوي اذا شوي الاخوان بيتذكروا في العام الماضي عندما تحدثنا عن نظريته في المعرفه، علام الطنطاوي اذا صح التعبير هذا، هذا التعبير ليس مني، من الشيخ مصباح يزدي افلاطوني في المعرفه. علامة الطبطبائي يقول الحس عندما تفتح عينك، هذا عندما تفتح عينك لا تأتي المعرفة من الخارج وتجي على العين وتنقلب بالشبكية وتذهب في الدماغ وهناك تصل المعلومة. العلامة الطبطبائي أفلاطوني يقول عندما تفتح عينك تيجي صورة تتحرك في الشبكية تطلع إلى الدماغ، كل هذه علل إعدادية تطلع إلى الدماغ تتصل أنت بعالم غيبي بيعطيك الصورة. سأعطيك مثال الآن. أنت فت على الإنترنت الآن، صحيح؟ دخلنا على موقع في الإنترنت، موقع www.islam.com مثلا، ها؟ دخلنا على هذا الموقع، فتنا على هذا الموقع، أخذنا صور، شايف؟ أنت الآن شو عم تفترض؟ عم تفترض أنك أنت عم تاخذ صور من الموقع. عمليا شو اللي عم يصير؟ في مركز في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، ها؟ هو عمال يعطيك هذه المعلومات. انت ما عم تروح على الموقع اصلا، انت في الحقيقه عم تروح على ذلك المركز الذي هو وسيط بين الموقع وبين افاضه الصور، اذا صح التعبير. هنا نفس الشيء، علامه الطبطبائي يقول انت عندما تفتح عينك كل هذه العمليه الادراكيه الحسيه هي مجرد مقدمات لحصول الادراك. طيب وين الادراك؟ الادراك هو انه بعالم عقلي تتصل انت بصور بعالم غيبي، هو بيعطيك صورة هذا الحديد الذي أمامك. هذا مر معنا سابقا إذا يذكر الإخوة في هذا الإطار. طيب عام بناء عليه يقول علامة الطبطبائي الإنسان نفسه فيه ثلاث عوالم، في عالم حسي اللي هو عالم المادة، وفي عالم خيالي اللي هو عالم مثال، هذا هو عالم المثال، وفي عالم عقلي، عالم العقل. أنت بحواسك تتصل بعالم المادة، بخيالك أنت مش عم تتصل بعالم المادة، أنت عم تتصل بعالم ثاني اسمه عالم المثال، وبعقلك أنت ما عم تتصل بعالم المادة وبعالم المثال، عم تتصل بعالم ثالث اسمه عالم العقل. في عالم المادة هناك حركة، خليط من القوة والفعل، في عالم المثال هناك صور كثيرة. كيف يمكن أن تأتيك صورة مثالية وتكون معلولة لشيء مادي؟ لا يمكن، لابد من مسانخة، فهذه الصورة المثالية أكيد تجد من عالم المثال. كيف يمكن أن تحصل على صورة عقلية من خلال العالم المادي؟ ما ممكن، فلابد أن نفترض أن هذه الصورة العقلية جاءتك من عالم آخر مسانخ لها، وهو عبارة عن عالم الجمع، عالم العقول المجردة التي لا فرق فيها، لا تلاشي فيها. فافترض العلامة الطبطبائي أن نفس الإنسان دليل على وجود ثلاث عوالم. عالم المادة وهو الذي يتصل به الإنسان من خلال الحس. وعالم الخيال وهو اللي هو عالم المثال، وهو الذي يتصل فيه الإنسان من خلال عالم من خلال الخيال. وعالم العقل وهو الذي يتصل فيه الإنسان من خلال القوة العقلية التي تدرك الكليات. فإذا أثبت العلامة الطبطبائي بهذه الطريقة وفقا لمبانيه في علم المعرفة ثلاث عوالم.
عالم المادة اللي هو عالم الناسوت، وعالم المثال اللي هو وسط، وعالم العقل اللي هو عالم الجبروت، وعالم العقل الذي هو عبارة عن عالم الجبروت. فإذا فمن وجود المادة، وجود الإدراك الإحساس الحسي نستطيع إثبات عالم المادة، ومن الخيال نثبت عالم المثال، ومن العقل نثبت عالم العقول المجردة، عالم الجبروت في هذا الإطار. هذه طريقة طبعا الشيخ المطهر يقول صعب أن نثبت بهذه الطريقة، وطبعا طريقة أفلاطونية يعني 100%، وإلا سائر العلماء يقولون هو نفس العقل يقوم بعملية النشاط، عملية التجزئة والتركيب والتحليل، وليس هناك اتصال بعوالم أخرى فرضت في هذا السياق على أي حال. طيب بعد أن فرضنا وجود عالم العقل، هل هذه العقول واحدة أم كثيرة؟ الآن بعد شوية رح تكتب الصورة ونرسم خريطة جديدة للعوالم. الآن بعد أن فرضنا وجود عالم العقل، هل هذه العقول قليلة أم كثيرة؟ واحدة أم متعددة؟ وبدنا نعرف هنا اختلف الفلاسفة أيضا بين مدرسة المشاة ومدرسة الإشراق والعرفاء، اختلفوا اختلافا كبيرا، وقعت خلافات طويلة بينهم. المشاؤون، مشهور المشائين، المشاؤون والإشراقيون، المشاؤون قالوا بنظرية الواحد، ومن خلالها تحدثوا عن الصادر الأول والصادر الثاني والصادر الثالث والصادر الرابع وصولا إلى الصادر العاشر، ومنه جاء العالم. فإذا شو بتكون نظرية العقول؟ كيف هي شكل العقول؟ طولية. فقالوا بتعدد العقول طولا، هذه تسمى بنظرية العقول الطولية، يعني أن العقول فوق بعضها البعض، وهذه هي نظرية الفيض في هذا الإطار، وهذا هو مذهب أكثر المشائين إلا نصر الدين طوسي، وخالفهم في ذلك الإشراقيون. هذه النظرية مبنية على نظرية الأفلاك القديمة، يعتبروا هذه الكواكب اللي حوالينا، ما كانوا يفترضوا أن العالم اللي حوالينا هو اللي عم نشوفه نحن، ما كان جايب بالهم أنه في عالم أبعد من هذا بكثير، فكان يفترضوا أن هناك أفلاك تسعة. طيب وبناء على نظرية الأفلاك التسعة رتبوا فصار عندنا 10 عقول، وبما أن هذه النظرية صارت وهماً الآن، لذلك الآن تقريباً معرض عن نظرية العقول العشرة الطولية بهذه الطريقة. أما الإشراقيون آمنوا بالعقول أيضاً، اللي هي وسائط بيننا وبين عالم اللاهوت. ماذا قال الإشراقيون؟ قالوا بطريقة مختلفة تماماً، ما انطلقوا من فكرة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. قالوا في عنا في هذا العالم، عالم المادة، هذه عالم المادة، في عنا مثلاً عندنا نوع الإنسان، هذه أفراده، ها النقاط هي أفراد الإنسان. عندنا مثلاً نوع حيوان، مثلاً ها أنواعها، هذا أفراده. عندنا نبات، هذه أفراده. عندنا جماد، هذه أفراده. قالوا هذه أفراد أنواع، هذا الذي هو في عالمنا من أفراد الأنواع لكل نوع رب. أرباب متفرقون خير، يعني أرباب الأنواع، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الأفراد التي لنوع الإنسان يوجد عقل خاص بها، خلينا نسميه عقل إنساني، وهو موجود في العوالم المجردة، وكل هذه عبارة عن ظلال له. هذه التي هي أفراد الحيوان أيضا يوجد لها في الحقيقة عقل خاص بها، خلينا نسميه عقل حيواني، وهذه الحيوانات كل اللي في هذا العالم ليس سوى ظلال له، أبناؤه. لذلك بعضهم يقول في رواية ديك العرش، ديك العرش الذي يصيح كل يوم صباحا أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذه رب أحد أرباب الأنواع، رب نوع الديك التي هنا، فهو يصيح وهي هنا تصيح ماذا؟ ظلال له، وهو يصيح هناك بالصيحة المتجردة يعني. والنبات أيضا على نفس الطريقة، والجماد مثلا على نفس الطريقة. فكم عقل صار عندنا؟ عقل 1 2 3
أربع عقول مجردة، هل واحد منها فوق الآخر؟ لا، إذن هي في عرض بعضها، هذه تسمى نظرية العقول العرضية. فظهرت في نظرية العقول، يعني في نظرية الجبروت، ظهرت نظريتان، العقول الطولية والعقول العرضية. العقول الطولية ذهب إليها أكثر المشائين انطلاقا من نظرية الأفلاك القديمة، لذلك في الفترة الأخيرة تعد نظرية متراجعة تماما، ولا دليل على حصرها بعشرة، حتى الإعلام انتظر يقول أصلا شو الدليل على حصر العشرة؟ لا نعرف كم عددها أصلا، ممكن 10 20 100 200 ألف، لا نعرف، يمكن 5. وأما نظرية العقول، أما النظرية الثانية فهي العقول العرضية التي تكون في عرض بعضها البعض، والمسماة بنظرية أرباب الأنواع. أرباب الأنواع. للبيت رب يحميه على رب البيت، بيكون رب نوع البيت. وكذلك مثلا هذا الباب اللي طيب بناء عليه. فهذه عمليا فيك تعتبرها هذه نظرية الإشراقيين بتعبير الشيخ المطهر النظرية أفلاطونية بالثوب الإسلامي. نظرية أفلاطونية هي نفس نظرية أفلاطونية، هي عالم النثر الأفلاطونية، بس سووا لها شوية تعديلات وصارت بثوب إسلامي. فإذا صار عندنا حتى الآن موالينا الكرام، خلينا نشرح العوالم التي ظهرت عندنا. صار عندنا حتى الآن كم عالم؟ أربع عوالم، إذا شوي دققته صار عندنا أربع عوالم عمليا، وهي التي فوق بعضها البعض. هذه العوالم فوق بعضها البعض، نشوف شو هي هذه العوالم التي ليس فوقها عوالم وليس تحتها من عوالم. ما هي هذه العوالم بالترتيب؟ عالم اللاهوت، بساطة تامة وتجرد ووجود، وهو الله أعلى العوالم، المهيمن على جميع العوالم. تحت مباشرة بيجي عالم الجبروت، وهو عبارة عن عالم العقول، إسا إما طولية إذا أنت كنت مشائي، وإما عرضية إذا أنت كنت إشراقي، على الذي تبني أنت عليه. تحت عالم الجبروت، إذن عالم الجبروت ما هو خاصية عالم العقول المجردة؟ تجرد تام، المجردة تماما، ما فيها هذه العوالم، ما فيها شو اسمه ماديات ولا حتى صور ماديات. هذا عالم الجبروت. نجي بعد تحت عالم الملكوت. شو عالم الملكوت؟ هو عالم المثال اللي حكى عنه العلامة الطبطبائي اللي بيتصل فيه خيالنا. هون شوي الإخوان إذا بيلتفتوا بيشوفوا الكلمات العرفاء، هسه شوي رح أشير إلى بعض أدبيات العرفاء شو أظنوا فيه. عالم المثال اللي هو عبارة عن صور بلا أجسام، يعني مثال عالم المثال بعد صور، ليس هناك أجسام، صورة فقط. عالم يلبس الشيء فيه صورا خيالية ليس لها أبعاد الجسم أصلا، هذا بنسميه عالم الملكوت. وتحته عالم الناسوت اللي هو العالم المادي والجسماني. شوي لاحظ معي أنت الآن، عالم اللاهوت تمام التجرد والكمال، مطلق الوجود والوجوب. عالم الجبروت أدنى منه ممكن لكنه مجرد التجرد التام. عالم الملكوت ممكن مجرد لكن ليس بالتجرد التام، له صور جسمية وليس له أبعاد جسمية. عالم الناسوت أدنى أنواع التجرد، فعم ننزل نزول، فعندما يتجلى الله هكذا تنزل التجليات. هذه نهاية نقطة قوس النزول، فيظهر هذا العالم. وعندما يسلك السالك إلى الله، شو يعمل السالك عمليا؟ كيف يسلك إلى الله وهو في الدنيا؟ هذا القوس، هذا هو القوس، قوس النزول هذا، فنسوي هيك حتى يصير قوس على شكل قوس مثلا، وطبعا على شكل دائرة لأن الدائرة أشرف الأشكال على نظرياتهم القديمة. شو بيسوي العارف عادة لما بيحكوا السير والسلوك؟ وعمليا ماذا يفعل؟ هو يحاول، وهو في عالم الناسوت جسديا، يحاول باعتباره هو نفسه فيه كل العوالم، هو نفسه في العوالم كلها، كما قال علامة الطبطبائي فيه عالم المثال، وهو على صلة بعالم الملكوت إذن، وهو على صلة بعالم الجبروت. فإذا هو يسلك فيتجرد عن المادة سلوك روحي فيصل إلى عالم الملكوت اللي بيسموه إني عالم المثال.
وهذا هو عالم المثال مذهب الإشراقيين والعرفاء، وأنكره الكثير من المشاؤون، قالوا ما فيش اسمه عالم المثال. هذا العالم هو العالم اللي بيقول لك العرفاء قصصهم وحكايات، رأيت ملائكة ورأيت الجن ورأيت الكذا وانكشف لي كذا، هذه كلها عبارة عن صور. فهذا اللي يسموه العرفاء الكشف الصوري، صور على شكل صور. مثل واحد مثلا يرى رؤية، هذا كشف صوري، يرى مناما، منام حق يعني، أو يذهب يتصل بعالم آخر لكن على شكل صور، مثل مثلا يعرج إلى السماء يرى ما في السماء مثلا بروحه، ها؟ هذا يسموه عالم مثال. ولذلك يعتبرون أن عالم المثال الذي يجمد عليه لا يسلك، خطأ هنا الخطأ، هذا عالم المثال الذي يجمد عليه لا يسلك. لذلك مثلا ترى أن بعض المدارس العرفانية المعاصرة مثل مدرسة العلامة الطهراني يقولون أن الشيخ بهجت مثلا هو في طريق السلوك لم يصل إلا إلى عالم الملكوت اللي هو عالم المثال، لذلك كل سلوكه هو عبارة عن صور ورؤى، كل هذا عالم الكرامات والعالم التصرف في الأشياء هذا كله من هون يجي. فما عرف هكذا يخرج الله عليه. ثم بعد ذلك يعبر يصل إلى من عالم المثال إلى ماذا؟ إلى عالم التجرد التام، يعني يصل إلى عالم الجبروت، إلى عالم العقل، هناك تجرد تام. بعد ما في يصل إلى عالم الألوهية، هو لما يصل إلى عالم الجبروت شو بصير؟ أنت لاحظ معي شوية حتى بس أنا أشرح أدبيات العرفاء، لما يصل هذه العوالم شو هي؟ فعل الله، هي هذه فعل الله، فهو يتحد مع الله بالصفات الفعلية، وهذا معنى قولهم أن الاتحاد بالله اتحاد بمقام الفيض، لا اتحاد بالذات الإلهية الأحادية، هذا معنى مشهور قولهم. يعني عندما يقول اتحدت بالله اتحدت به آخر نقطة ممكن يطلع له، لأنه بعد ما في يدخل هذا مقام، هذا بسموه في العرفاء غيب الغيوب، هو هذا هو العرفاء. ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان نزل هذه النزلة والمطلوب منه هو في الدنيا أن يصعد، أن يرجع، قوس الرجوع وإليه ترجعون، هذا قوس النزول وهذا قوس الصعود بالنسبة للعارف. فإن ما صعد الموت سوف يذهب به إلى مكان آخر قهرا عنه حينئذ. هذه هي العوالم الأربعة التي طرحوها، عالم اللاهوت، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم الناسوت، وربما بعد ذلك عالم لما فهموت باعتبار لا أحد يعرف شيئا. لذلك الشيخ المطهر يقول كل هذا يصعب إثباته بالعقل والعلم، لا العلوم الطبيعية تثبت ولا الفلسفة والتحليلات العقلية، هذا إما أنت متعبد بنصوص دينية تؤمن بالدين والدين قال فيها العوالم أهلا وسهلا تقول العلم عند الله، أو بالعرفان والكشف ولا يمكنها، لكن يقول بالعرفان والكشف يمكن الوصول إليها. أما نحن غاية ما نعرفه بالعقل هو عالم الناسوت وعالم اللاهوت، مسائل العوالم معرفتها العقلية التفصيلية يعتبرها أمرا صعبا. هذه هي الصورة الكلية التي قدمتها الفلسفة الإسلامية للعوالم، من عالم اللاهوت إلى عالم الناسوت، وبينهما عالم الجبروت وعالم الملكوت، ولا أدري لماذا الإصرار على وزن فعلوت هذا بعد، مع أن يعني على أي حال. ولذلك عندما يتكلمون كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ما معنى الملكوت؟ يعني باطن الملك، باطن الناسوت، أول باطن الناسوت وهو عالم المثال طبعا، والملكوت في لغة العرب تعني الملك نفسه لا فرق بينها، لكنهم أسقطوا الإصطلاح الفلسفي على النص اللغوي، فظنوا أن الله أراد بالملكوت يعني أسرار السماوات والأرض، وإنما كان يريد أن يقول نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني أريناه العالم، أريناه قدرة الله فصار من الموقنين رؤية أفضل من الرؤى الأخرى على يدها. الشيء الموجود في النصوص الدينية فكرة الملائكة، هون العرفاء والفلاسفة والمتصوفة حاولوا الرغب من فكرة الملائكة وبهذا الوسيط، وبعضهم جعلوهم في عالم المثال وبعضهم جعلوهم في العوالم المجردة العقلية التامة وعلى يد حال. هذا غاية ما في هذا البحث، البحث الأخير وبه ينتهي الكلام أيضا باختصار القضاء والقدر. لون العلاقة بين الأشياء، لون العلاقة بين الله والعالم هو بحث القضاء والقدر، هل هناك حتمية لا توجد حتمية، هذا موضوع واسع
شاسع معقد، ورد النهي عن البحث فيه في بعض الروايات كما تعرفون في رواية عن الإمام علي سلام الله عليه. الشيخ المطهري يعتبر هنا أن النصوص الحديثية والنصوص القرآنية كانت ملهم للفلاسفة، لا أن الفلاسفة أسقطوا نظرياتهم على النصوص خلافا لما يقول المستشرقون، هكذا يقول الشيخ المطهري. على أي حال، أبحاث القضاء والقدر كثيرة، المعنى اللغوي للقضاء والقدر، المعنى الاصطلاحي للقضاء والقدر، ما هو مفهوم القضاء والقدر، ومعه مفهوم اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الكتاب، ما هو تاريخ مسألة القضاء والقدر قبل الإسلام، ما هو تاريخ مسألة القضاء والقدر بعد الإسلام، بماذا تمتاز مسألة القضاء والقدر قبل الإسلام وبعده، هل هناك أقسام للقضاء والقدر، قضاء وقدر علمي، قضاء وقدر عيني، قضاء وقدر حتمي، قضاء وقدر غير حتمي، القضاء والقدر ومسألة البداء، هل يمكن للإنسان أن يغير القضاء والقدر؟ سأل الله عرفنا الإنسان هل يمكن أن يغير القضاء والقدر أم لا؟ هنا تجي مسألة الدعاء وما شابه ذلك. ما هو دور العلل في مسألة القضاء والقدر؟ أين ترتبط مسألة القضاء والقدر بمقضايا الجبر والتفويض والاختيار؟ ما الربط بين مسألة القضاء والقدر وهدفية الخلق؟ ما الربط بين مسألة القضاء والقدر ومسألة الشرور؟ القضاء والقدر عند الماديين وفي الفلسفة الحديثة، هذه موضوعات القضاء. لكن الشيخ يقول لو أردنا أن نبحث فيها لاحتاجنا إلى كتاب مستقل، يقول راجعوا كتابنا عن موضوع القضاء والقدر، وكتب في هذا الموضوع. يختصر هنا نقطتين ثلاثة فقط سريعا، لا يشير إلى شيء، ثلاث نقاط أساسية. نقطة الأولى، معنى القضاء والقدر، شو يعني القضاء والقدر؟ أنا هذه معنى القضاء والقدر لحاله بده سبع ثمان دروس حقيقة، لأن هذا كثير في تفاصيل. لكن الشيخ على كما قلت في آخر الكتاب صار في عجالة من الأمر اختصر القضية كثيرا. القضاء لغة، القضاء لغة بمعنى الحسم والحتم والإنهاء، ها هو الجذر اللغوي، قضى حسم حتم أنهى، هذا معنى. سواء يعني بعبارة أخرى الفصل، فصل الشيء. القضاء والقدر في الفعل أو في القول سواء نسب إلى الله أو نسب إلى غير الله، هذا معنى. في بعض الأحيان يستعمل القضاء في الحكم، قضى القاضي حكم يعني، لكن هنا لماذا عبروا بالقضاء؟ لأن في حتم حسم إنهاء التنازع، فصل التنازع. ما ليس معنى أن القضاء يرادف كلمة الحكم، في موارد كثيرة استعمل فيها القضاء ولم يرد بذلك. فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها، قضاهن سبع سماوات، مش بمعنى حكم، حتمهن، حسمهن، فصلهن، أنهاهن، حققهن، ما شئت فعبد مثلا. فإذا قضيتم مناسككم، شو يعني معناته إذا حكمتم مناسككم؟ يعني أنهيتم مناسككم. فالجذر اللغوي للقضاء ليس بمعنى الحكم، جذر اللغوي للقضاء بمعنى الحسم والحتم والإنهاء والفصل، وليس بمعنى الحكم. وإنما سمي الحكم قضاء لرجوعه إلى هذه المعاني الأربعة وليس العكس، لرجوعه إلى هذه المعاني الأربعة وليس العكس. أما القدر، القدر لغة ما معنى؟ تقدير الشيء وقياسه وتحديد مقداره ومقياسه، قدره يعني أعتقد الأقدار التي له. مثلا أنت بتقدر الأمر الفلاني يعني تعطي كل شيء قدر، يعني مقدار خاص فيه، قياس خاص فيه، نسبة خاصة فيه، هذا معنى التقوى. كل شيء خلقناه بقدر، يعني بمقدار، بمقياس، بحد، هذا معنى القدر في هذا الإطار. نصير الدين الطوسي وشراح تجريده قالوا بأن القضاء والقدر يطلق على الخلق وعلى الإلزام وعلى الإعلام. نصير الدين وشراح التجريد ماذا قالوا؟ قالوا القضاء والقدر يطلق على الخلق، قضى الله يعني خلق، وعلى الإلزام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وألزم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والإعلام، قضينا إليه يعني أعلمناه، قضينا إليه يعني أعلمناه. الشيخ المطهري يصر على أن القضاء والقدر هذه تطبيقات ليست معاني، هذه مجرد تطبيقات، خلطوا بين
مصداقه والمفهوم. الخلق سمي قضاء وقدر لأن في الخلق حتما وحسما وإنهاء، بس تخلق الشيء خلاص حسمت أمره. الإلزام سمي قضاء لأن في الإلزام النوع من الحتم من الحسم يجب عليك أن تفعل. الإعلام سمي قضاء لأن في الإعلام فصلا للقضية، لما تعلمه خلاص بعد حسم الموضوع. فليس الخلق والإلزام والإعلام معاني للقضاء والقدر، هي تطبيقات، إنما المعنى الأصلي هو الحسم والحتم والإنهاء وما شابه ذلك. إذن القضاء إذا أردنا أن نطبقه يعني قضاء الإلهي، ما معنى القضاء الإلهي؟ إذا بدنا نطبق هذا المفهوم اللغوي الآن على كلمة القضاء الإلهي، يعني وجد العالم بحسم وإنهاء وفصل وبت من الله، هذا معنى قضاء الله. القدر الإلهي ما معنى أنه هذا تقدير إلهي؟ ما معنى القدر الإلهي؟ يعني اكتساب كل شيء في هذا العالم مقياسه وحده ومقداره من الله، هذا صار معنى، هذا المعنى اللغوي الآن. إذن المعنى اللغوي لكلمة القضاء الإلهي وجود العالم بشكل حاسم نهائي فاصل بات، مش أنه متردد بين وجود والعدم، خلاص وجد، قضى الله يعني حسمت الأمور، قضى الله في هذا العالم أي تحقق ما أراده. أما التقدير فهو عبارة عن أنه عندما يقضي يكون هناك قدر، مثل قضاء القدر، إذا واحد شوي بدي يعمل مثل المجالس التخطيط اللي بترفع تقاريرها لرئيس الجمهورية، بيرفع تقرير رئيس الجمهورية مثلا الجيش القوات المسلحة ترفع تقرير الجمهورية تقدر الأوضاع، ثم يأتي من رئيس الجمهورية القضاء فيحكم ويعلن الحرب مثلا أو يعلن بدء القتال. التقدير هو حساب كل شيء، والقضاء هو الحسم. طبعا في عالمنا العربي القضاء بدون تقدير، أنه يحكمون بدون ما يكون قدروا المسألة ودرسوها، هكذا المعروف بيننا. فلذلك لابد من القضاء والتقدير مع بعض، تقدر الأشياء، تعطي كل شيء نصيبه الطبيعي، تحدد له المقدار الذي يستحقه، ثم بعد ذلك تبت في القضية، تحقق ما قدرته وتعطيه حقيقة في الخارج، تعطيه ذلك المقدار الذي أنت كنت قد قدرته له. طيب إذن هذا معناه ماذا؟ لو تأملنا في القضاء والقدر إلى أين يرجع القضاء والقدر الإلهي؟ يرجع إلى صفة العلم، إلى صفة الإرادة، إلى صفة المشيئة وما شابه ذلك. علم الله يقدر به الأشياء، إرادته يقدر بها الأشياء ويبت بها الأشياء، مشيئته إن شاء فعل، إنما أمره لشيء يقول له كن فيكون، إذا شاء شيئا حصل. فإذا بنلاحظ فكرة القضاء والقدر وين عم تروح على هذا النوع من الصفات، العلم، الإرادة، المشيئة وما شابه ذلك. يأتي بعد تكملة في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.